الآن سنتكلم عن كيفية التعبير عن فهمك للمريض، وهو الركن الثاني من أركان التفاهم والإنباثية. ذكرنا الركن الأول هو قدرتك على معرفة النقاط المهمة في حياة المريض والدخول فيها وسؤال المريض عنها بطريقة تكون مقبولة ومفيدة للمريض. ثاني أن المريض يفهم أنك فهمته، يدري أنك فهمته، يعرف أنك فهمته. وهناك مؤشرات كثيرة، لكن أهمها ما يسمى بالترداد أو الرجع أو العكس reflection، هي أنه أنت تعيد جزء من الكلام اللي قاله المريض له، إما تعيد جزء منه، إما تعيد آخر عبارة، إما تلخصه للمريض. المهم أنك تتأكد أن المريض تأكد أنك فهمته، أنك فهمته، تتأكد أن المريض تأكد أنك فهمته. صعب شوي، يعني يجب أن المريض يخرج وهو عارف أنك فهمته، ما هو فقط أنك أنت طلعت اللي عنده فقط، لا، عارف أنك أنت فهمت وش مشكلته بالتحديد. كيف يكون الترديد؟ إما أنك تردد، يعني أنا صنفته تصنيف بسيط، يعني أنه الترديد البسيط اللفظي مثل مضايق أنت، تقول أو تقول المريض أجل أزعجك أنهم حاقرينك وسافهينك، أو تقول له أجل يعني تحس أن أبوك في هالنقطة هذه، الموقف هذا لا يزال عالق في ذهنك، إلى آخره. أو الإيضاحي، أنك تستوضح من المريض، تقول له مثلا يبدو أن اللي ضايقك هو الخوف من مواجهة الناس والوقوف قدامهم، شعورك أنك ضعيف قدامهم، صح كذا؟ هل هذا صحيح؟ فالمريض يجاوب بالسؤال، يعني أنك تردد وتستوضح بالسؤال. نوع الثاني بإعادة التأطير، تقول له طيب أنت تقصد اليوم قلت أنه الدنيا ظلمة بوجهي، تقصد أن الحلول المتاحة صعبة جدا، هذا صحيح؟ تقول المريض أي نعم صحيح. فهذه هذه أنواع من أنواع الترداد، أنه أنت تردد الكلام اللي قاله المريض، إما جزء منه أو كله كامل أو تلخصه له، أو تسأل المريض تستاضح من المريض، أو أنك تعيد تأطيره مرة أخرى، أنت قلت كذا وتقصد كذا، إلى آخرها. بالتالي المريض يشعر أنك ماشي معه على الخط وأنك فهمت عمق معاناته. مثلا خلنا نذكر مريضة لم يتفهمها المعالج بشكل صحيح، فالمريض المعالج قال لها يعني أنت خايفة من الموضوع الفلاني، قالت يو كلكم تقولون أنت خايفة. اللي بي مو بخوف، ما أدري يا ربي متى ألقى أحد يفهمني. هذه حصلت يعني في عيادة حقيقية. فالمريضة هنا تقول يا ربي متى ألقى أحد يفهمني، أو تقول كيف أشرح لهم، أو ليش أنا عجزت أوصل لهم. ليش؟ نفس الرسم اللي رسمناها قبل شوي، إنه في نقاط حساسة مهمة في حياة المريض ما قدر أحد يدخل فيها، ما قدر أحد يدخل بوسط هالنقاط الحساسة دي ويدخل في العمق ويستخرج بطريقة احترافية معاناة المريضة. هل هي خايفة؟ هل هي مستحية؟ هل هي تشعر بالنقص؟ هل تشعر بالضعف؟ هل هي تشعر بالعجز؟ إلى آخره. التفهم عموما علم قائم بذاته، يحتاج دورات خاصة. المدرسة الإنسانية والتحفيزية من المدارس التي تهتم به كثيرا. هذا ما يفعله المتخصصون، قدرتهم على الوصول إلى النقاط الحساسة واستخراج المعاني منها وترديدها على المريض. لكن من الأخطاء المشهورة إنه الواحد يكتفي بوصف الأعراض فقط، ما يدخل في العمق، إنه ما يبيد المريض إنك فهمته، ما تمارس الترداد بأي نوع من درجات الترداد، أو تمارس الترداد الآلي الساذج الخالي من الروح، أو تمارس الاعتراض والنقد كما سنتكلم عنه، أو التعاطف التمثيلي، أوه الله يعينك وما أدري شلون، لا، هذا غير احترافي. المحترفون ما يقوم بهذا الدور، ولا تحط له عليه منديل ولا تحط على كتفه، هذا كله تمثيل، ليس هذا هو عمق التفهم العلاجي. هناك شريحة تفرق بين التعاطف والتفهم أو التعاطف الإنباثية، الإنباثية والسمباثية، لكن يعني أترككم تقرؤونها في المحاضرة لوحدها، لا داعي أن نقرأها هنا. نتوقف هنا هذا القدر، ربما أخذنا نصف ساعة تقريبا. يكون هذا جزء من المحاضرة الأولى متعلقة بمهارات العلاقة العلاجية، وسنكمل إن شاء الله
في المحاضرة القادمة. أرجو أن تكون هذه المحاضرة مفيدة لكم واستفدتم منها، ومستعد جدا أن أستمع إلى 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 ما تقدمونه من أسئلة واستفسارات في الحائط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.